السلام عليكم حبيباتي، كنتمنى تكونوا بخير في احد الاحوال يا ربي. هذا فيديو جديد كما كتشوفوا معايا، فيديو جديد على القفطان المغربي. في هذا الفيديو هذا مقسم تقريبا على جوج اقسام، يعني كان القفطانات اللي غنستافدوا منهم وغنجيو نشوفوا الموديلات واخر موديلات اللي كاينين في القفطان، وكان القفطان كيف ما طلبتوها. كان القفطانات اللي كان السيده كتبيعهم، وانا حطيت لكم النمره ديالها الا بغيتوا تشرو من عندها ولا شي حاجه. ونبداو الفيديو ديالنا على بركه الله. كما كتشوفوا معايا هنايا معنا واحد الموديل اللي هو رائع جدا، كما كتشوفوا معايا اللوينات غزاله رائعه، وهذا موديل اخر كما كتشوفوا معايا هذا اللون غزال ما شاء الله. شوفوا معايا طريقه الخدمه كيف دايره، شوفوا معايا هنا الخدمه ديال عند السدار رائعه ما شاء الله، واحد لاكوب اللي هي زوينه. وهذا موديل اخر كما كتشوفوا معايا ديال التنبات، فهو رائع جدا. شوفوا معايا اللوين كيف داير رائع. وهذا موديل اخر، شوفوا معايا اللون وشنو هما اللوينات اللي باش مخدوم هذا اللون هذا. فهاد هذا هو المغزى من هذا الفيديو هذا. حنا كنشوفوا مثلا عندنا ثوب، عندنا لون باش غنخدموه، الى خدمه شنو هي اخر حاجه اللي كاينه اللي دارجه في السنه، كيفاش الخدمه اللي غنخدموا بها، واش بالطرز ولا بالتنبات ولا اشنو بغينا. هذا هو المغزى ديال هذا الفيديو، انه تقريبا كيعاونكم على اخر حاجه كاينه في موديلات ديال القفطان وديال الجلابه كذلك. فانا كيف ما كتشوفوها معايا واحد الموديل اللي هو راقي جدا. شوفوا معايا الخدمه عند الكتيفات، وهنايا في الخدمه ديالو راه كما كتشوفوا معايا العقيدات من الفوق حتى الاسفل، واحد الخدمه اللي هي سامبل ولكن رائعه. وهذا موديل اخر رائع، شوف كما كتشوفوا معايا الخدمه والرشمه كيف دايره. فهنا كتستافدوا من الطريقه ديال كيفاش غنخدموا القفطان ديالنا. كاينين الناس اللي كيكون عندهم الثوب وكيبغيو يخدموا الرسوم، كاينين العريسات اللي كيبغيو يخدموا حتى هما القفطانات ديالهم. وهذا كما كتشوفوا معايا باللون الاسود كيبان رائع ما شاء الله. شوفوا الخدمه ديالو، تنبات في الطرز، خدمه المعلم حتى هي. وشوفوا معايا هذا حتى هو رائع، شوفوا الخدمه كيف دايره. هنا كيكون اختلاف في اللون كذلك في الخدمه، هنا لون اخر كذلك كما كتشوفوا معايا رائع جدا. وهذا موديل اخر كما كتشوفوا معايا، فهو مناسب يوم العيد ورائع. وهذا كما كتشوفوا معايا موديل اخر ديال القفطان المغربي، شوفوا معايا الطريقه ديال التريزات هي رائعه جدا. شوفوا معايا هنايا تريزات واعره، وشوفوا معايا هذا الموديل هذا حتى هو كذلك كيجي بالكاب ديالو وبالقفيتين في الاسفل. شوفوا معايا هنا التريزات عند الكتيفات وهنا عند الكمام وفي الاسفل كذلك، كتجي واحد اللبسه كتحمق. فهنا حطيت لكم السميه تاع السيده وكذلك الرقم ديالها كيف ما طلبتوه. شوفوا معايا هنا الطريقه ديال الخدمه كيفاش مخدوم، وديال التنبات الطريقه ديال التنبات فهي رائعه كذلك. شوفوا معايا هنا رائع رائع، هاد اللبسه هادي كتحمق رائع زوين بزاف. هنا كيبقى نفس الموديل فقط الاختلاف في اللون، هنا الاختلاف فقط في اللون كيبقى نفس الموديل. شوفوا معايا هو كذلك رائع. كنتمنى الى عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليه بالضغط على زر اعجاب، ما تنساوش البنات ديروا لي لايك وتشجعوا القناه باش تزيد القدام. وهنا كيبقى كذلك باقي نفس الموديل فقط الاختلاف في اللون ديالها. انا فقط كنقربكم لاخر موديل اللي كاين اللي دارج في هذه السنه هذه بالنسبه للقفطان،
وهنا كذلك فيطاني بالنسبة ليوم العيد فهو كذلك رائع. شوفوا معايا الخدمة ديالو. انا كذلك ما طلبته انا هاد السيدة، انا حطيت لكم النمرة ديالها تقدروا تواصلوا معها. وهنا موديل اخر كذلك كما كتشوفوا معايا باللون الاسود، السيدات اللي كيعشقوا اللون الاسود فهنا بالنبات. شوفوا معايا القفطان فهو كيجي رائع وسامبل. وهذا موديل اخر كما كتشوفوه معايا كذلك فهو رائع حتى هو كذلك. شوفوا معايا اللوينات باش مخدوم والطريقه ديال الخدمه ديالو فهو كذلك مناسب يوم العيد. وهذا قفطان اخر كذلك شوفوا معايا الطريقه ديال الخدمه ديالو. شوفوا معايا العقيدات هنايا، شوفوا الخدمه ديال التنبات هو رائع كذلك. شوفوا معايا الكميمات كنتمنى يعجبكم الفيديو. هنا موديل اخر كما كتشوفوه معايا هنايا، شوفوا معايا الموديل هنايا الخدمه ديالو كيف دايره. فهنا الفيديو هنا كيقربكم اكثر للموديل كيفاش مخدوم كذلك وكيفاش ملبوس. هذا موديل اخر شوفوا معايا اللوين، شوفوا معايا اللون اللي مخدوم به هذا القفطان، هذا اللون. شوفوا معايا الخدمه ديالو، انا كنحاول نقرب لكم الفيديو اكثر باش تشوفوا الخدمه كيفاش مخدوم. هو رائع. وهذا موديل اخر كذلك كما كتشوفوه معايا فهو كذلك رائع. شوفوا اللوين باش مخدوم هذا الموديل، هذا شوفوا كاينه خدمه اليد هنايا، كاينه التنبات، كاين العقيدات. شوفوا معايا الطريقه ديال الخدمه ديال العقيدات فهو كذلك رائع. فهنا الفيديو كيقربكم لاكثر القفطان كيفاش مخدوم وكيفاش ملبوس كذلك. شوفوا معايا هنا كيبقى نفس الموديل تقريبا، كيبقى الاختلاف فقط في اللون وفي اللوينات ديال العقيدات. شوفوا معايا طريقة الخدمة ديالو توا كذلك رائعة. كنتمنى ما تبخلوش عليا بالضغط على زر اعجاب. شوفوا معايا الخدمه البنات، ها هي خدمه اخرى. شوفوا معايا الخدمه هنا في الجناب في القدام ديال القفطان، شي حاجه غزاله. شوفوا معايا حتى اللون ديالو غزال. وهادو قفطنات اخرين اللي نقدروا نستافدوا منهم من طريقه الخدمه ديالهم، من الرشمات اللي فيهم. شوفوا معايا هاد الخدمه هادي رائعه. شوفوا معايا اخر مداش في القفطان المغربي. وهذا موديل اخر كذلك بالنسبه للعريسات ديالنا.
وهادوك في تنط اخرين اللي نقدروا نستافدوا منهم. شوفوا معايا الطريقه ديال الخدمه ديالهم كذلك، هما رائعين. شوفوا الخدمه كيفاش دايره، شوفوا اللوينات باش كيخدموا رائعه، ما شاء الله شي حاجه اللي غزال ما شاء الله. وهذا موديل اخر كذلك باللون الاخضر الغامق كما كنقولوا الزيتي. شوفوا اللوينات باش مخدوم كذلك، شي حاجه كتحمق صراحه. شوفوا معايا هنا شي حاجه اللي زوينه. وهذا القفطان هذا باللون الاسود هو سامبل ولكن رائع. شوفوا الخدمه ديالو غزال ما شاء الله، غزال سامبل ولكن غزال. فكنتمنى الى عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليه بالضغط على زر اعجاب، وتبارطاجيو البنات بارطاجيو بزاف الفيديو باش يتفرجوا فيه البنات يتعرفوا عليه النساء والدريات اللي بغاو بحال هاد الموديلات هادو. فكنتمنى تكونوا بخير يا ربي.